ريم دخلت الجامعة تربية أطفال عشان تكون معلم صف، تحس إنها أقل من قدراتها وما لها خيارات، واستمرت عشان أهلها. أول سنة رسبت ولأنها ما تدرس، تقول لي أن هذا مش شغفي. السنة الثانية الآن هي في سنة ثانية وجاها نفس الشعور وتقول نفس المشكلة. فأنا سألتها عن الخيارات اللي موجودة عندها، فتقول أنا أحب التغذية وأحب الأغاني. ما شاء الله صوتها جميل، بس أنا ما يعني ما مش يعني ما عندي القدرة إني أنا أحكم يعني على إمكانية إنه هيكون هذا احتمالك الأفضل أو لا. والتغذية يتطلب أيضا سفر لمدينة أخرى، والغناء أيضا يتطلب سفر لمدينة أخرى. تقول ما عندي إمكانية مادية لهذا الشيء. فهي تزال تقول كيف أطلع من هذه السنة يعني أطلع من فكرة الفشل، وأطلع من فكرة إنه هذا التخصص أقل من قدراتي، وعندي شوية خوف بسيط، خوف على الموضوع. ريم أول شيء يعني ما شاء الله، يعني صوتك بالنسبة لي جدا جميل، يعني لو كان عندي هذا الصوت على طول أنا صرت مغنية وخلصت الموضوع. شوفي، أنا أبغى أتكلم عن قصة جدا مهمة أو موضوع جدا مهم، وهو يعلق فيه كثير من الناس، وهو يعني خلنا نقول أغلب الناس اللي متعطلة أهدافهم عالقين بنفس القصة اللي أنت عالقة فيها، إنهم هم لما اختاروا مثلا كان عندهم مجموعة أشياء، اختاروا الشيء الغلط، اختاروا الشيء الغلط، بعدين ما قالوا خلاص هذا غلط باخذ الصح وخلص الموضوع، لا، استمروا يحاولون يسوون ديل مع هذا الشيء اللي مش مناسب. لا بيصلح يوم من الايام، بيضبط يوم من الايام، بيصلح بيضبط ما اعرف ايش، بينزل ملك يضبط لي الموضوع، بسوي كذا، بلف كذا، بعدل الموضوع بهذه الطريقه، ويستمرون يعانون في طريق الهدف. ايش اللي ينتج عن طريق الهدف المليء بالعثرات؟ ينتج شعور خوف، شعور بقلة الاستحقاق، شعور بأنه أنا مش كفاية، شعور بالغضب. يمكن أنت يا ريم لسه ما وصلت حالة الغضب، بس راح توصلين يوما ما، راح توصلين بالغضب، راح توصلين حالة الغضب إنه ليش أنا في مكان أقل من استحقاقي، لا أنا أبغى كذا وأبغى كذا. ممكن تشعرين بالعار إنه أنت أنا في مكان يعني ما يليق بمقامي، أو لما تقولين هالشيء تحسين إنك أنا معلمة، أنا تخصصي أطفال، تخصصي أطفال، يعني تحسين إنه أنت متفشلة وتشعرين بالعار، خوف، شعور بالفشل، هذه كلها من وين جت؟ من الطريق الخطأ، من الطريق، من الهدف الغلط. ترى أنا ما أتكلم فقط لريم، أنا أتكلم لكل شخص يسمعني ماشي في طريق غلط. كل هالشعور راح يجيك، شعور بالعار انه انت في المكان الغلط، انه يا فشلة، انه انا ما استحق هالمكان، انه انت خايف لانك ما تدري شو بيصير، ما تدري شو، انه انت غاضب لانه انت معصب، انه انت لا، مو هذا مكاني، لا ما يصير هذا الشيء. طيب هذه المشاعر كلها هذه المشاعر، لخبطة المشاعر هذه كلها، وين بتروح وين بتوديها؟ كل لخبطة المشاعر هذه وين بتروح؟ لازم تجاوب مشاعرك التعبانة اللي نتجت من وجودك في هدف غير صحيح لك، أو في طريق غير مناسب لك. وش بتسوي فيها؟ كل يوم ترجع بيت بتسوي تنظيف، وش بتسوي فيها؟ مشاعر العار والخوف والغضب والحزن والقلق والتوتر، وين بتروح هذه المشاعر؟ وين بتروح؟ موجودة، وهذه المشاعر كلها عايشة حولك، كلها في دائرتك، كلها طوال الوقت تجذب لك الحدث اللي يجذب العار، تجذب لك الحدث اللي سبب لك الخوف، تجذب لك الحدث المؤلم، تجذب لك الحدث المقلق. وبذلك الأشخاص اللي يستمرون في الطريق الخطأ ويقاومون يجذبون مزيدا من الطرق الغير مناسبة. ما أقول الخطأ، الطرق الغير مناسبة. يعني بالنسبة لريم ممكن واحدة ثانية منيرة معانا تقول والله هذا أحسن تخصص بالنسبة لي، فما لها دخل، ما أقدر أقول التخصص غلط، أقدر أقول إنه الطريق غير مناسب أو التخصص غير مناسب. لذلك تذكر دائما وأنت تمشي في طريق مو طريقك، وأنت تمشي في هدف مو هدفك، كل المشاعر
اللي تنتج عن هذا الهدف راح تدمرك. مش الهدف اللي راح يدمرك، المشاعر الناتجة عن الطريق، طريق يعني مليان بالألم، طريق مليان بالحزن والأسى والعار والخوف والغضب. في النهاية تستمر تجذب نفس الأشياء، تستمر تجذب نفس الأشياء. أوكي، خلنا نسوي داونلود يا ريم على أرض الواقع. إيش الخيارات اللي قدامك؟ في خيار في المدن الثانية، الخيارات اللي موجودة موجودة في المدن الثانية وتحتاج إمكانيات مادية، وأنا ما عندي إمكانيات مادية. طيب خلينا نفكر بطريقة مختلفة، ماذا لو كان خيار إنه أنت تشتغلين لما تحصلين إمكانيات مادية لما تروحين تدرسين؟ هل هذا الخيار موجود أو لا؟ هل هذا الخيار موجود أو لا؟ ماذا لو كانت القصة إنه أنت خايفة إنك تروحين، مو إنه هذا الشيء مش متوفر؟ يعني مثلا لما تقولين والله انا ما ابغى اضغط على اهلي عشان ما يحسسني انه كانهم هم يقدرون بس انت ما طلبتي. وانا اعرف البنات، انا اعرف طبيعة البنات، مرات يكونون يعني يشعرون بثقل على الاهل، يشعرون انهم لا ما يبغون يطلبون، لا ما يبغون يطلبون. انا اشعر انه انت في وقت محتاجة وفي عمر دراسة، وأشعر أنه إذا أهلك عندهم يمكن ما يعرفون أنك أنت تبغين، فأطلبي، أطلبي شوفي. إذا قالك والله ما نقدر، تقبلي هذا الشيء. يعني إذا أعطوك معناها ما يقدرون، يعني ما راح يقولون والله بنبيع بيتنا ونقعد في الشارع عشان تروحين تدرسين، ما راح يسوونها، ما راح يسوونها. يعني أنت يوم من الأيام لما تكبرين ويكون عندك مدخول ويمكن تكونين ثرية وعندك خير، هل تبغين أبوك أو أمك لما يكونون محتاجين شيء يجون ويعلمونك، ولا تبغينهم ما يعلمونك؟ يعني تحسبين إنه كل شيء أوكي، ولا تبغينهم يقولك ترى إحنا عندنا نقص في الموضوع الفلاني، ممكن تساعدينا في هذا الموضوع؟ فهذا هو شيء طبيعي، شيء طبيعي إنهم موجودين، إنه أنت تقدرين تطلبين، خصوصاً إنك أنت ما زلت 20 سنة، يعني ما زلتي في كثير نعرف انتي اصلا ضمن كارمتهم، يعني ما زلتي ضمن كارمتهم. ففكري في هذا الخيار، فكري في خيار الشغل، فكري في خيار انه انتي إن هذا خيار اخير، يعني ما احب انه يكون موجود، بس انه انتي تبحثين عن شخص متميز في القسم اللي انتي فيه، شخص متميز وقوي وشاطر وذكي في القسم اللي انت موجودة فيه الآن، وتاخذين منه هذه الطاقة، تستفيدين من طاقته، لأن مرات الشيء ما له قيمة لما يحييه شخص. مرات التخصصات أو المجالات ما لها قيمة لما يحييها شخص يحط لها قيمة، ما لها أهمية. مرات يعني مرات في دول مثلا، في أماكن قسم معين ما له أهمية، لما يدخل شخص ذكي نابغة أو يكون قسم مهم، مجال عمل ما له أهمية، بزنس ما له أهمية، لما يدخل شيء واحد ذكي وشاطر ويقلب الموضوع ويسوي منه قصة الناس تبدأ تتهافت على هذا الأمر. فأنا أقول لك روحي دوري الشخص المميز في هذا القسم اللي ممكن أنك تستلهمين من طاقته، تعرفين كيف هو يشوف المستقبل، لأنه أنت المستقبل مسدود بالنسبة لك في هذا القسم. فأقدر أفهم أنه يعني انه صندوق ضيق، بس هو صندوق واسع، فروحي شوفي هو كيف يفكر، كيف يشوف الحياة، كيف يشوف اليوميات التعامل مع هذا القسم. شيء مؤلم انه انت تستمرين في مكان تتألمين طوال الوقت، يا اما تغيرين الألم يا اما تغيرين الطريق. انا دائما اميل الى تغيير الطريق، دائما اميل. طريق ما مشى معك قفل الباب افتح باب ثاني، الخيارات كثيرة وواسعة والخير واجد والوفرة، يعني ما تتخيلون قد إيش الخيارات المتاحة لنا كبشر، لا متناهية لا متناهية. لكن إحنا كثير نحصر أنفسنا في خيارات ضيقة بسبب مشاعرنا، بسبب مشاعرنا. يعني في النهاية ريم، أنا متأكد إنك أنت قاعد تحصرين نفسك بسبب شعورك، بسبب إنه أنت ما عندك الجرأة إنك تطلبين من أهلك، ما عندك الجرأة إنك تسافرين لمدينة ثانية، ما عندك الجرأة انك تشتغلين سنتين لما تجيبين فلوس، لما ما عندك الجرأة انك يمكن تطلعين وتغنين ويمكن تشتغلين في هذا المجال لما انت تحصلين شيء بعدين تنتقلين للدراسة. كل هذه تعتمد على مشاعرك. توأم الروح وتوأم شعور كثير سألوني عنه، بحاول هاليومين اتكلم عنه ان شاء الله على انستغرام لايف، بس خلوكم موجودين.